السلام عليكم ورحمة الله، يسعد أوقاتكم يا أصدقاء. أهلا بكم، أحمد صالح بلقاء جديد في برنامج باور بوينت. واليوم راح نتعلم كيفية تصميم أشكال إنفوغراف 3D من خلال ما يزد دمج الأشكال يلي يقدم ليها برنامج باور بوينت. قبل ما نبدأ تكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل مشاركة لهذا الفيديو لتساهم معي بإيصاله إلى أكبر قدر ممكن من المهتمين. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا نتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد. وتكرما لا تنسوا زيارتي على قناة حكاية شغف، أكون جدا شاكر وممتن لحضراتكم لزيارتي على حكاية شغف. ويلا مباشرة حتى نبدأ مع بعض بلقائنا لهذا اليوم. أهلا بكم أحبائي مرة تانية في برنامجنا باور بوينت. وبعد ما أخذنا شريحة فارغة ضمن عرض تقديمي فارغ، رح ننقل باليمين وبنتوجه إلى تنسيق الخلفية وبنختار لون غامق للخلفية، وليكن معنا مثلا هذا اللون. رح أتوجه إلى أدراج، ومن الأشكال رح نختار الشكل المستطيل ذو الزوايا المستديرة. أضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب لحتى نرسم مربع بزوايا مستديرة. رح نتوجه إلى قائمة التنسيق، ومن المحاذاة إلى الوسط ومن ثم إلى المنتصف لنضبط موضع الشكل في منتصف الشريحة تماما. نتوجه إلى أدراج، ومن أشكال نختار الشكل البيضاوي. بضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب لحتى نرسم دائرة مثل ما نشايفين تماما. أيضا بختار من محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف يا أصدقائي. نتوجه إلى أدراج، ومن الأشكال رح نختار شكل المستطيل وبنقر مع السحب لحتى أرسم مستطيل بطول يعني بهذا الشكل، وعرض يكون نوعا ما ضيق معنا بهذا الشكل. بختار منه نسخة تانية، ومنتوجه إلى الحجم والخصائص، ومنتوجه إلى الاستدارة، ومنعمل استدارة للشكل الأول ب 45 درجة، والشكل الثاني بنعمل استدارة مقابلة تماما يعني ب 135 درجة. بناخذ الشكل الأول من المحاذاة إلى الوسط ومن ثم إلى المنتصف، ونفس الشيء الشكل الثاني أو المستطيل الثاني، أيضا نجعل المحاذاة إلى الوسط وإلى المنتصف، نضبط كل الأشكال بمنتصف الشريحة تماما. بضغط على مفتاحي كنترول زائد اي من الكيبورد لحتى نحدد كل الاشكال. نتوجه الى قائمة التنسيق، ومن دمج الاشكال رح نختار تجزئة. الان كل شيء موجود ضمن الرسمة من اجزاء تم تحديدها. بضغط مفتاح الكنترول وبلغي تحديد الاجزاء الكبيرة اللي انا الان محتاجها. تمام، بلغي فقط الاجزاء الكبيرة ما تكون ضمن التحديد، وكل الأجزاء يلي هي محددة بضغط مفتاح الديليت من الكيبورد وبقوم بحذفها. برجع بختار كنترول زائد اي لنحدد الأجزاء المتبقية برسمتنا، ومتوجه إلى تنسيق، وعندي شيء اسمه هون استدارة ثلاثية الأبعاد. استدارة ثلاثية الأبعاد، وبنختار معانا مثلا يكون هذا النمط، وبنعكس الاتجاه يكون معانا مثلا بهذا الشكل يا أصدقائي. من تنسيق ثلاثي الأبعاد ومن العمق رح نختار نسبة، وليكن عندي إياه بنسبة 60 درجة. الأشكال اللي ارتسمت معانا بختار الآلة كنترول زائد اي وكنترول زائد جي لحتى نعمل جروب واحد أو شكل واحد، وبنعمل التفاف لآلة يعني لحتى تكون معانا بهذا الشكل بالضبط، وبنرجع نلغي التجميع مرة تانية. بنقر مع السحب لحتى أنا أجعل رسمتي بهذا الشكل يا أصدقائي. الآن هذا الشكل رح نرسله إلى الخلف، أو هذا رح نحضره إلى المقدمة بنفس الشيء، ما عندنا مشكلة فيه أطلاقا. نفس الشيء هذا أيضا نعمله إرسال إلى أو إحضار إلى المقدمة. بعد ما نضبط الأشكال ليكون معنا مثلا بهيدي المساحة أو بهذا الحجم بهذا الشكل حتى تحصل على شكل 3D والأشكال كلها مفرغة ومجزأة بهيدي الجمالية يا أصدقائي. إذا حبينا كنترول زائد أي مرتين تحديد الكل، وأيضا إذا حبيت أنك تزيد العمق شوي وليكن معنا إلى 75 درجة، ربما الموضوع يزيد جماليته مثل ما أنا شايفين يا أصدقاء. تمام، فيك ترتب الأشكال بالطريقة يلي بتناسبك. بنقر على الشكل الأول، بتوجه إلى التعبية وخلني أختار أول لون لألو وليكن معاي هذا اللون. أيضا بتوجه إلى التأثيرات، بتوجه إلى اللون الخاص بالعمق، وبنختار أيضا نفس اللون لحتى يكون معاي الشكل كله بلون واحد. برجع بنقر على الشكل الثاني، بختار لون إلى العمق،
نختار لون العمق وليكن معي هذا اللون، ونفس الشيء التعبية كمان بتكون معايا بنفس اللون يا أصدقائي. برجع إلى الشكل الثالث، بنختار لون وليكن معي هذا اللون الأخضر، أيضا بيكون عندي كمان العمق من نفس اللون تماما. واللون الأخير أو الشكل الأخير بنختار لون للعمق وليكن معي مثلا، خلنا نختار ألوان إضافية، أختار هذا اللون ونتوجه إلى التعبية ويكون معي أيضا بنفس اللون. منحدد كل الأشكال الموجودة، ومن تنسيق بنختار خط بدون خط رسم اللي ما نحتاج يكون فيه إلى حواف إطلاقا، لحتى نحصل الآن على هذا الشكل الجمالي يا أصدقائي. بعد ما قمنا بإنشاء رسمتنا صف علينا فقط موضوع النصوص. خلني أختار العنوان Ctrl زائد C وCtrl زائد V، وخلني أختار له لون أبيض لحتى يكون واضح معنا. أيضا بنجيب بعض الأيقونات المناسبة للشرح اللي أنت راح تضيفه لشريحتك، تمام؟ خلني أحط الأيقونات بهذا المكان، وخلني أختار لهم أيضا لون أو تعبئة باللون الأبيض. أما النصوص اللي أنت بتكون محضرة، هذا نص افتراضي راح نستند عليه اليوم، وبختار اللون أبيض كمان نفس المبدأ، محاذاة إلى اليسار. النص الأول راح يكون معاي هون، هيدي الأيقونة. نختار دوبليكيت نص ثاني ونسحبه يكون معنا بهذا المكان، والأيقونة راح تكون معنا بهذا الشكل. أيضا بختار Ctrl زائد D ومسحب الشكل عندي لهون، والأيقونة راح تكون معنا بهذا المكان، وبنختار Ctrl زائد D وبناخذ النص لهون، والأيقونة بتكون معنا أيضا بهذا المكان، والنص راح نضعه أيضا بهذا المكان. بعد ما انتهينا من تصميم السلايد أو الشريحة ووزعنا الأفكار على رسمة الإنفوغراف بهذا الشكل، بنتوجه إلى قائمة الحركات وبنفعل جزء الحركة، وبنحدد أول شكل بتوجه إلى إضافة حركة، وبنختار مزيد من تأثيرات الحركة، وبنختار التوسيع ثم موافق. بعد ما تظهر معي أول جزء من الشكل تظهر معي الأيقونة، فبختار الآلة على سبيل المثال التضاؤل، وبختار تكون عندي إياها. طبعا الشكل الأول بختار يكون عندي إياه بعد السابق، والثاني كمان يكون عندي إياه بعد السابق، تمام. أما النص بختار يكون على سبيل المثال عائم إلى الداخل بهذا الشكل، ويكون عندي إياه مع السابق يا أصدقائي، والمدة رح نزيدها شوي إلى ثانية ونصف، لأن احنا لو شغلنا رح يكون دخول النص والأشكال أو الأيقونة والنص والأشكال بهيدي الجمالية. فقط مدة ظهور الأيقونة رح نزيدها حبة إضافية إلى 1 ثانية لتعطي شكل جمالي أكثر وتبان معانا الحركة مثل ما أنا شايفين بالضبط. نرجع منحدد الشكل الأول وبتوجه إلى ناسخ الحركة ومنطبق على الشكل الثاني. نفس المبدأ، بنختار الأيقونة الأولى وبنختار ناسخ الحركة ومنطبقها على الأيقونة الثانية، وبنختار النص الأول وأيضا ناسخ الحركة ومنطبقه على النص الثاني. نفس الشيء برجع بختار ناسخ الحركة ومنطبق على الشكل الثالث، وبنرجع ناخذ الايقونه وبناخذ ناسخ الحركه الى الايقونه رقم 3، والنص نفس المبدا ناسخ الحركه ومنطبق على النص رقم 3. نفس الشيء بختار ناسخ الحركه ومنطبق على الشكل الرابع، ونفس المبدا بناخذ الايقونه ناسخ الحركه على الايقونه الرابعه. نفس الشيء برجع بحدد النص او بنقر ضمن النص وبختار ناسخ الحركه ومنطبق على النص الاخير. اما العنوان فبختار حركة الألو، وليكن على سبيل المثال نختار مسح، ويكون عندي إياها من الأعلى بهذا الشكل، ويكون عندي إياها ب1 ثانية، ونسحب وليكون معانا يعني العنوان يبدأ بالبداية يا أصدقائي. الآن لما رح نشغل شريحتنا رح تكون معانا بهيدي الجمالية. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. فتكرما ما تنسوني من تفاعلكم والدعم، تجزوا عني كل خير، وألقاكم على خير ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.